يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق. اضرب في المليان، إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج. طوبى لمن قتلهم وقتلوا، من قتلهم كان أولى بالله منهم. بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، إنهم لا يستحقون مصريتنا، إننا نصاب بالعار منهم. يجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ناس نتنا ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. يقولون الشرعية، أي شرعية؟ الإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته. الإمام المحجور، احفظوا هذه الكلمة، الإمام هذا محجور عليه، يعني محجور يعني محجور عليه، يعني معتقل. والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء، فسقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبق له شبهة شرعية، يعني بالثلث. ولقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أولياء الله. عندما رأيت صور مسجد الفتح بالأمس، الزبالة والنجاسة والرعب الذي كانوا فيه، وكأن الله أنزلها في أولئك. مسجد حرقه رسول الله، لماذا؟ لأنه لا يريد هذه اللواعة ولا هذا المكر ولا هذا الاسم في الظاهر والفساد في الباطن. ولذلك سمى الخوارج بكلاب النار مع صلاتهم وصيامهم وقرآنهم وكذا وكذا. لا تخف بدعوى الدين، فالدين معك، والله معك، ورسوله معك، والمؤمنون معك، والشعب بعد ذلك ظهير لك. اثبتوا وانقلوا هذا الشعور إلى أهليكم وجيرانكم وأفرادكم وجنودكم، انقلوه وأشيعوه. نحن على الحق، سيهزم الجمع ويولون الدبر. الحضور الكريم، رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم. اضرب في المليان، إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج. شكرا لكم. هذه هي سماحة الإسلام، هذه هي قوة الإسلام، هذه هي حلاوة الإسلام. شكرا لكم لهذا اللقاء.
أأسف على الإطالة، وندعو الله سبحانه وتعالى فنقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنصرنا على من عادانا. اللهم يا رب العالمين عليك بهم، اللهم 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 عليك بهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.